احنا هنلبس حاجه غير شرعيه هنلبسها. انا بتكلم على مش بالضروره برضو لو احنا لو اعتمدنا على ان الضمائر تستيقظ او التليفونات ترن فممكن ما نلبسهاش. النقطه الثانيه طب ثانيه واحده معلش علشان التليفونات ترن دي لو التليفونات رنت وصدر حكم انا هتخيل معاك للاخر بعد البطلان لا بالبطلان اوكي مش هنرجع نقول او فريق منا يقول ده إطالة لأمد الفترة الانتقالية والمجلس العسكري يريد أن يبقى في السلطة. ما هو إحنا خد بالك أنا جزء تحليلي الشخصي إنه جزء كبير جدا من الأخطاء اللي هرولنا إليها إن إحنا فضلنا نصارع طواحين الهوى عمالين نقول مجلس عسكري يقعد مجلس عسكري يقعد مجلس عسكري يقعد فبالتالي مجلس عسكري كل شوية يزق لنا حاجة كلها غلط. فهل لو طلع قرار البطلان وانفض مجلس الشعب ده السامر ده كله طبعا يا ريت أنا أتمنى وعدنا من الاول مش هنتهم المجلس العسكري بانه وراء هذه المؤامره؟ انا بس عايز انت بالذات عايز اشير بقوه ان المجلس العسكري ما جاش في القران عشان بس المساله تبقى واضحه يعني. ثم الحاجه الثانيه انه المجلس العسكري ماشي في 30/6 زي ما بيقول وبالمناسبه الثوره اللي ماشي اللي يعني التصريحات دي كلها جت بعد مليونيه 20 نوفمبر اكيد فيعني ما جاتش برضه تطوعا ولا لا تطوعا ولا تقدما يعني ولا تصدرا للمشي. وعندنا رئيس هينتخب وهيعلن في 22 يونيو مايو و 22 يونيو وخلاص يعني ايه مجلس الشعب ايه موقع مجلس الشعب في الموضوع مجلس الشعب باطل مجلس الشعب باطل وهيعاد تشكيله مع الرئيس القادم بقى التشكيله وادي اعلان دستوري شغالين بيه بدل مجلس عسكري تشيل اسم مجلس عسكري تحطه كده وتحطه مكانه رئيس انما برضو مفارقه غريبه مين يختار الجمعيه رضي مين يختار الجمعيه التاسيسيه في الحاله دي الاعلان الدستوري يختاروا البرلمان اللي هيعاقب يختاروا اي حد برضو اريد ان اذكر ان الاعلان الدستوري ده كاتبه ممدوح شاهين مش كاتبه من كتاب الوحي طارق البشري مفيش حد من كتاب الوحي كاتب طارق البشري لا 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 المستشار طارق البشري كاتب التعديلات انما الاعلان والحاجات اللخبطه كاتبه ممدوح شاهين الهردبيسه اللي حصلت بعد كده كاتبه مجموعه واداره التشريع بقى للسيد عمر الشريف في وزاره العدل وقصص دي فبرضه ده مش من كتاب الوحي كتبوه فضل على انه اساسا يعني خرب نصه خرب ولم يستفتى عليه وتعدل وترقع وبعدين بقول لك ايه هيجي لنا رئيس ونتفاهم احنا معاه اتخذوا انتوا يعني حاجه غريبه جدا هنتفاهم مع رئيس القاده انما وخلاص ايه يعني هي ما هو انتوا مش هم مش جايين في القران اللي هيجي رئيس قاده ورئيس مدني واحنا نتفاهم معاه رئيسنا بقى وهنتفاهم معاه احنا انتوا حد يزعلهم حاجه ناس تروح سكناتها وتؤدي دورها وواجبها الوطني العظيم اللي على الراس يعني طب يعني عشان نرتب الحل في تقديرك انه الامثل الان يعني في الوضع المناي اللي احنا فيه ده انه مجلس الشعب يقضى ببطلانه حسب حكم المحكمه الاداريه العليا ننتخب ننتخب نحن الرئيس يسلم المجلس العسكري في 30 يونيو نبدا في اجراءات نتفاهم مع الرئيس الجديد في كيفيه اختيار الجمعيه التاسيسيه للدستور اما ان احنا نعمل جمعيه دستوريه يعني لجنه زي لجنه ال 30 ولجنه ال 50 لجنه 30 بتاع دستور 23 ولجنه ال 50 بتاع دستور 54 او لجنه ال 100 اظن او اكثر كان في لجنه في 71 بطريقة التشكيل ده اللي هي يعني كفاءات وممثلين الشخصيات وما في الاخر بيطرح الاستفتاء كل الدستور او ان احنا نمشي بالطريقه العقيمه بتاعت احنا نعمل برلمان والبرلمان يولد لنا الدستور يعني حسب ما نتفق يعني